أنا بهني مصر كلها بأعياد الميلاد المجيد بذكرى ميلاد السيد المسيح. إحنا يعني المسيح معروف إنه رسالته كانت رسالة سلام، والكتاب المقدس بيقول عنه إنه ملك السلام. جه المسيح عشان يصالح ويصنع سلام بين البشرية وبين الله، ويصالح البشرية مع نفسها. وأعتقد إحنا في أمس الحاجة إلى الصلاة من أجل السلام في العالم كله. بمناسبة الأعياد، أعياد الميلاد والعام الجديد 2024، بطلب من ربنا أن يحل السلام في العالم كله. وزي ما تغنت الملائكة المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام والناس المسرة، دي أمنية الجميع، أمنيتنا جميعا في العالم. كلنا يعني بنيجي نفرح في أعيادنا لأن كلها أعياد مصر، كل سنة وإخواتنا الأقباط بخير وبسلام.